بمعنى لو كانت امكانيه استبدال مواقع لما تر اتجاهنا اتجاه المقترحات ديالنا اتجاه البدائل ديالنا اتجاه الفضاء ديالنا والانتخابي. هذا الاجتماع الاول ديال المكتب السياسي واللي كنعتبروه البدايه فعليه وانطلاقه فعليه لمرحله جديده من العمل، والاهم اللي كيتميز بها هو اليوم كان واحد الاشراك كبير ديال الشباب واعضاء جداد ديال المكتب السياسي اللي هما ابناء الحزب ومن شباب الحزب وكذلك النساء ديال الحزب والشابات الحزب. هذه من ناحيه تنظيميه مرحله الاهميه ديال هذا الاجتماع كاينه ومهم هذا الاجتماع بالنسبه لنا اللي كاين يجي في واحد الاونه وواحد المرحله ديال الغلاء اللي بالنسبه لنا حنا ما كنعتبروهاش غير مساله غلاء اسعار وانما تعدات المساله ديال الغلاء المرحله ديال حفظ الكرامه ديال المواطن وتوفير له ذاك العيش الكريم الاساسيات ديال العيش الكريم. هذا الشيء اليوم هو اللي غيكون الاولويه بالنسبه لنا وغنحاولوا مره اخرى كما حاولنا في قانون المالية اقترحنا اقتراحات والحكومة اختارت الصمت واختارت التجاهل، غنحاولوا مرة أخرى نعاودوا نطقوا ناقوس الخطر ونعاودوا نطرحوا الأفكار والاقتراحات لعل وعسى يكون واحد يستمعوا لنا، لأن الأمور اليوم أصبحت كتهدد السلم الاجتماعي ديال البلاد. اكيد اليوم هذا الاجتماع الاول اللي كيعقدوا المكتب السياسي اكيد غادي يكون لاستكمال باقي المناصب اللي كنص عليها القانون الاساسي للحزب الحركه الشعبيه ولا سيما الناطق الرسمي باسم الحزب وايضا الامين المال الوطني، ولكن غادي تكون مناسبه ايضا باش المكتب السياسي يعني يتكلم عن مجموعه من القضايا اللي كتشغل الراي العام وكتشغل المواطن اليوم خصوصا فيما يتعلق بغلاء الاسعار وارتفاع ارتفاع يعني المعيشه لما اصبح المواطن المغربي اليوم ما كيقدرش انه يواكبها. اكيد ان الحركه الشعبيه من خلال مناقشه القانون الماليه لسنه 2023 اعطت مجموعه من المقترحات واللي كان اهمها يعني خصنا نمشيو اليوم في اطار قانون مالي التعديلي باش يمكن لنا لان كاع الفرضيات اللي تبنات عليها الميزانيه اليوم اصبحت متجاوزه، ولكن كعادتها الحكومه ما تجاوباتش مع المقترحات نتاع الفريق الحركي بمجلس النواب. الشيء اللي اليوم كنشوفوا بان يعني ما بقاش يعني قدره للمواطن المغربي على انه يمكن له يعني يسير الغلاء للمعيشه، وبالتالي اليوم كنشرعوا مع المواطنين بان هناك احتقان اللي خاص ضروري ان الحكومه تخرج من السبات ديالها وتخرج يعني من هذا السكون اللي كتعرفوا وتعطي اجوبه وتعطي اقتراحات اللي من شانها انها ممكن تخفض يعني الاسعار داخل المغرب، لانه لا اخفيكم سرا اليوم حتى المواطن اللي كنعتبروه انه يعني واحد الطبقه وسطى عنده واحد الامكانيه باش انه ممكن يعيش، اليوم اصبح الموظف يعني ممكن ان نصنفوه في خانه الفقر، وبالتالي بان هذه الطبقه الوسطى يعني تم التدهور ديالها تم القضاء عليها نظرا لغياب الحكومه ونظرا لغياب اقتراحات اللي من شانها يعني تعزيز القدره الشرائيه عند المواطنات والمواطنين. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.